ورجعنا لكم بعد الفاصل، واهلا وسهلا بيكم احبائي واعزائي المشاهدين. طبعا احنا معانا زي ما قلت لكم في مفاجآت كتير الحلقه دي، وبدانا بملك ملوكه. دلوقتي احنا معانا اتنين من الناس اللي انتوا ان شاء الله هيشرفنا ان انتوا تتعرفوا عليهم النهارده، وبنقدمهم لكم الدكتور السيد عبد الحميد ابو زيد. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا الباش مهندس احمد عبد الوهاب راشد. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا طبعا غنيه عن التعريف بنتي وصاحبتي وزميلتي الاء، مقدمه البرنامج الاء فريس. اهلا بيكم. طبعا احنا اتكلمنا كتير على قانون التصالح، ولكن من كتر الاسئله في حاجات فنيه زي ما قلنا، في حاجات قانونيه. الحاجات القانونيه اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقات السابقه، النهارده هنتكلم معاكم عن التصالح بالطريقه الفنيه بقى، نتكلم الفنيات والهندسه. فطبعا احنا عندنا بدايات، في ناس كتير قوي بعتت لي اسئله كتير، وعشان كده حبينا ان تكون حلقه النهارده عن التصالح بالطريقه الفنيه. ومعانا سؤال لسياده المهندس احمد عبد الوهاب، بيقول ايه المراحل اللي بتتخذها او الخطوات او طريقه اللي هو تقديم ملف التصالح؟ طيب، هو مبدئيا كده انه موضوع التصالح عموما كان مر بعده مراحل. يعني هنقول اخر حاجه وصلنا لها في الموضوع ده، انه المطلوب من المواطن حاجتين. الحاجه الاولانيه انه يجهز بعض الاوراق، على سبيل المثال سريعا كده، صوره بطاقته، صوره قرار الازاله او المخالفه بتاعته، وعقد ملكيه المكان. زائد ان احنا بنعمل نسخه من الرسومات الهندسيه المعماريه طبقا للطبيعه، وبنجهز الملف وبنقدمه للمكان الجهه المختصه اللي هي مجلس المدينه. تمام. ده بالنسبه للشق الاداري او الشق المدني. تمام. بس كان الاول في بعض الحاجات اللي ممكن تبقى مطلوبه، دلوقتي اتغاضينا عنها شويه. تمام. انما يعني حاليا المطلوب زي ما قلت لحضرتك كده هي الحاجات دي. زائد انه يعني كان الاول برضو مطلوب انه في بتاع ده شهاده متغير مكاني، وكان مطلوب تقرير سلامه انشائيه وحاجات من دي. دلوقتي يعني الحمد لله التسهيلات سهلت الموضوع ده خالص. هو السبب النهارده ان احنا برضو عاملين الحلقه دي، ان في يعني سياده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نزل قرارات كلها في صالح المواطن دلوقتي، عشان كده هو اسم قانون التصالح مش قانون العقاب زي ما احنا بننوه وبنقول للناس. طيب احنا عايزين ننتقل للسؤال الثاني، وهو العقبات اللي كانت بتواجه المواطن زمان قبل قانون التصالح، او في زمان في قانون التصالح ده. هقول لحضرتك، الاول كان في زي ما اتحرك من شويه انه كان في بعض الطلبات الكتير، زي انه يعني لازم تقرير استشاري ولازم شهاده سلامه انشائيه والى اخره. دلوقتي الموضوع ده اتلغى، رئيس الوزراء خلى الموضوع بس مجرد صوره البطاقه، وبعد كده تقدري في خلال شهرين تستكملي الاوراق بتاعتك. طيب. زائد النقطه بتاعت انه كان كل الناس اللي هينفع تقدم تصالح لحد تاريخ 22/7/2017، بعد كده ما كانش حد مسموح له. برضو النقطه دي الحمد لله اتفتحت لكل الناس دلوقتي اللي خارج الحيز العمراني واللي داخل الحيز العمراني. طيب احنا عايزين نعرف برضو التسهيلات اللي الحكومه قدمتها بشكل مبسط للناس عشان الناس تكون فاهمه. بس التسهيلات اخر حاجه دلوقتي انه مجرد المواطن يتوجه للمركز التكنولوجي الخاص بالمركز بتاعه، يقدم صوره بطاقته، يدفع رسوم الفحص، ويدفع المتغير المكاني، ويدفع بعض الجزء اللي هو ال 25% اللي هي جديد التصالح. طبعا ده بيبقى عباره عن المساحه في سعر المتر في المكان اللي هو فيه وبس. وبعدين في خلال شهرين يقدر يستكمل الاوراق اللي قلت حضرتك عليها، اللي هي قرار الازاله والرسومات والكلام ده. تمام جدا. تمام. وصل لنا مشكله من مواطن عنده قضايا مخالفات للبناء وقدم على التصالح، وبيقول ايه المفروض يتعمل علشان القضايا القائمه عليه. طب هو قدم تصالح خلاص. طب هو دلوقتي المفروض في خطوتين هيعملهم. الاول هيجي له الموظف المختص بتاع شهاده المتغير المكاني. تمام. هيعمل له شهاده المتغير المكاني وتيجي من المحافظه، مفيش اي مشكله. الخطوه الثانيه انه هينتظر اللجنه تجيله. ايوه. اللجنه ان شاء الله تجيله طبعا بعد دراسه الملف بتاعه. واحنا من النقطه دي بنناشد الاجهزه المعنيه ان هم يسرعوا لنا حاجتين او يعني نقوم بسرعه، اللي هي الاول خرائط الحيز العمراني الجديد، لازم سرعه اعتماد خرائط الحيز العمراني الجديد، لان الموضوع ده معطل الناس اللي بره الحيز العمراني من التصالح. الحاجه الثانيه انه عايزين اللجان تنزل بسرعه، عايزين سرعه نزول اللجان علشان خاطر الناس اللي مقدمه على التصالح خلاص تقنن وضعها. تمام. وتقدر تدفع بقيه المبالغ اللي عليها عشان خاطر ياخد رخصته. طب دكتور سيد، انت ايه راي حضرتك في اللي احنا بنتكلم؟ عايزين برضو، انت حضرتك حقوق انسان، ويعني عايزين نعرف برضو في ناس ما عندهاش مقدره. تمام. في ناس برضو ظروفها وحشه. تمام. في ناس بعت لنا برضو في اكتر من حد، واحده مثلا مطلقه معيله بتقول ان عندها يعني مثلا ايه ظروفها ما بتسمحش. احنا عايزين نعرف الدولة
مقدمه لها ايه او ممكن تقدم لها ايه من النواحي دي الناس المعيله او المطلقات؟ نعم. الكلام ده كله. نعم نعم. بدايه يعني احب ان اهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد، بدايه من السيد رئيس الجمهوريه حتى احدث طفل في مصر. كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بخير. سعيد بصحبتكم وبصحبة المهندس أحمد عبد الوهاب راشد. إحنا أسعد والله بوجودكم معنا النهارده، منورين. ربنا يكرمك. بداية كان هناك فرق بين جدية التصالح في منذ أحدث قانون صدر فيها أو تعديل صدر فيها وبدايتها، وفرق ما بين بدايتها وبين التعامل مع المحاكم في مخالفات المباني. ايوه تمام. فظاهر القانون قاسي لكن باطنه في رحم. كلام جميل. هقول لحضرتك ازاي. أيوة. الاول لما كان الانسان بيتخالف على مخالفه مباني، منذ ان ياتيه موظف مختص من مجلس المدينه ومهندس الجمعيه وكذلك بعض افراد الشرطه لايقاف اعمال البناء او الازاله. فيقف صاحب البيت ويقول إيه انا ساعارض، فيمتثلوا وينصرفوا. تمام. ثم تأتي بعد ذلك دوامة المحاكم. بداية يأتيه في أي وقت استدعاء من الشرطة، ثم يؤخذ إلى المحكمة، ثم بعد ذلك يحرر له أكثر من محضر من مخالفات ما بين تبوير وتشوين وتطوير وبناء بدون ترخيص. هو أصعبها البناء بدون ترخيص. خدت بال حضرتك؟ التقدير فيها بيكون كثير جدا ومغالى فيه جدا. أيوة. جدا جدا. تمام. فهناك ما يسمى بمثلي قيمة الأعمال. أيوة. تمام. كان الأمر بقرش، لقى هنا بقرشين، وفي اتنين في قيمة الأعمال 4 قروش. أوه. والأعداد كان مبالغ فيها. تمام. كان هناك يعني بعض التقدير أنه بيحول لخبير في المحكمة، القضية تحول لخبير وكان بينزل لربع الثمن أو إلى آخره. أيوة. في قانون التصالح الجديد لا، حدثت فيه تطورات جميلة جدا. تمام. يعني أصبح في بعض آخر قرار للسيد رئيس الوزراء طبعا بأمر من السيد رئيس الجمهورية أن يكون هناك تخفيض للريف. مظبوط. يعني أنا مثلا أنا راجل أتكلم عن نفسي مثلا على سبيل المثال، أنا بنيت وفي وقت من الأوقات جه الطريق قدام بيتي صدفة، تخطيط طرق وكباري مثلا، وجت قدام بيتي طريق صدفة. فبيتي أصبح في مكان مميز، أنا ما كنتش قاصد أن بيتي يكون في مكان مميز. فشارع عريض واسفلت، طريق اسفلت. أيوة. تمام. فهنا سعر المتر بيكون غالي جدا جدا. أيوة. تمام. مزبوط. طيب الرئيس او سيد رئيس الوزراء قال لا، كل ما يسمى ريف او زراعي. أيوة. اي يحاسب باقل سعر للمتر. والبشمهندس طبعا يعني صاحب الاختصاص. طب استاذنكم بعد اذنكم معانا مداخله. الو الو الو. ايوه معانا الاستاذ عيد. وطي التلفزيون يا فندم لو سمحت. الو حضرتك بس ممكن تبعد عن التلفزيون انت بتكلمنا بعد اذنك. الو الشبكه بس هي واضح ان الشبكه مش كويسه. آه ويا ريت اللي يتصل بينا يا جماعه يبقى بعيد عن التلفزيون وهو بيتكلم. طبعا طب نكمل الكلام. نكمل. اتفضل. تمام. اتفضل. ايه اللي حصل بقى الجديد لما جه قانون التصالح؟ قال ان احنا ممكن بعد ما ندفع جدية التصالح اللي هي ربع المبلغ تقديرا في سعر المتر. تمام. بعد كده ممكن نقسط على 3 سنوات. أيوة. تمام. او بعد اللجنة ما تنزل بندفع 75% فقط من قيمة التصالح. أيوة. يعني مثلا على سبيل المثال ندفع 10 قروش، لا الوقت الفعلي للسداد الكلي لجملة المبلغ هيكون 7.5 قروش. خدت بال حضرتك؟ في فايدة كبيرة. وانا دفعت منهم الربع قبل كده في جديد التصالح، معنى كده ان انا فاضل عندي نسبه بسيطه ان شاء الله. والى نسبه يعني لما نعمل نسبه وتناسب بين التعامل مع المحاكم والتعامل مع جديد التصالح، لا هناك فرق كبير جدا جدا. تمام. استكمالا للنقطه بس يا استاذه. اتفضل. انه نزيد على كلام الدكتور سيد انه اي حد دفع اي غرامات في المحكمه. نعم. ومعاه الفواتير السداد بتاعتها، القانون بيقول ان هو يتم خصم جميع المبالغ دي من قيمه التصالح. نعم. حتى لو كان المبلغ ده اندفع اكتر من قيمه مبلغ التصالح، يعني خلاص. أيوة. هيبقى متغطى ومش هنطلب منه اي فلوس تاني. تمام. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه انه
يعني سعر المتر زي ما الدكتور قال دلوقتي وصل في الريف ل 50 جنيه ده. أيوة. طبعا ده اقل، القانون بيقول انه اقل حاجه في القانون في سعر المتر 50. أيوة. والاقصى شيء 2000 جنيه. بس السؤال اللي جاي لنا هنا برضو بنطرحه هنا، ان اللي مش قادره يعني اللي ما معهاش هتعمل ايه؟ يعني في واحده مطلقه بعت لي سؤال بتقول لي انا ما فيش في استطاعتي ان انا ادفع، طب دي حلها ايه؟ انا هقول لحضرتك انه الاول هو احنا زي ما احنا قلنا في باطن ورحمه يعني صحيح، بس هو الاول مسموح بالتقسيط على 4 سنوات. احنا بندفع الربع دلوقتي جديه 25%. أيوة. وفي خلال 3 سنين بنسدد الاقساط. طبعا أيوة. بحكم انه سعر المتر بقى 50 في اجمالي. أيوة. المساحات اللي عندنا في الارياف صغيره. تمام. فان شاء الله المبلغ يبقى بسيط، بس برضو زي ما كنا بنتكلم انه يعني احنا مناشده دلوقتي. أيوة. كدورنا ان احنا بنناشد الساده المسؤولين في كل مركز او كل محافظه ان هو يا جماعه احنا محتاجين الارامل او المطلقات او الناس اللي ظروفها مش مساعده يبقى ليهم استثناء. ما هو ده اللي هم بيطلبوه برضو. وخلي بال حضرتك معلش بعد اذنك دكتور، احنا عندنا دلوقتي في مراحل يعني في تصالح مطلوب فلوس، في مدارس مطلوب فلوس، في حاجات وضغوط ماديه كتير، واحنا عندنا يعني امل في القياده بتاعتنا. نعم. انهم بدليل ان هو بدا قانون التصالح في تطور في حاجات كتير وقوانين كتير. مزبوط. عندنا امل ان يبقى في رحمه في كل حاجه، طالبين بس مناشده للساده المسؤولين بالنظر ان احنا في مدارس ومتطلبات كتير هو بالفعل في ارامل ومطلقات فعلا بالفعل كجهه حقوقيه فعلا، ومش يعني ليست الجهات الحقوقيه. أي. فقط اللي حقوق الانسان، لا يعني بعض النواب المحترمين تحدثوا في هذا الامر. ودي مناشده يعني شخصيه للسيد. أيوة. رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء برفع جديه التصالح او دفع رفع قانون التصالح كاملا عن المراه المعيله. كلام جميل. ثم بعد ذلك بعد اذن حضرتك يعني في اشخاص معانا مداخله بعد اذن حضرتك لان هو من سيادتك على التليفون. اتفضل استاذ عيد. الو اتكلم. اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عيد، نورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. كنت اتكلم بس المهندس على مشكله احنا في وهيشه يعني. اتفضل. هو مع حضرتك. انا سامعك. اتفضل. طيب ماشي. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام. اتفضل سامع حضرتك. الله يخليك. احنا في منطقه اواف معانا حوالي 4700 شدان في مركز الحمول. طيب اللي احنا بالنسبه علشان التقنين بنروح نقنن في مركز يوم الاواف. طيب الاواف دلوقتي بقى معاش اثبات ملكيه وفي نزاع قضاء ما بين الاواف وبين الاهالي. لان مفيش اثبات ملكيه لا مع الاهالي ولا مع الاواف. صحيح. طب انا دلوقتي محتاج نعمل تصالح ومحتاج اروح مجلس المدينه وبروح مجلس المدينه بقول لك لا لازم اجيب جواب من الاواف، والاواف تقول لك مش عاطيك جواب. طيب حضرتك معاك حضرتك معلش استاذ، حضرتك معاك اي سند ملكيه خاص بالارض اللي انت مقيم عليها العقار؟ المحضر بتاع الوحده المحليه وديته مجلس المدينه. تمام. وقدمت على التصالح فعلا، بس طبعا بقول لك لازم تقدم لنا جواب اثبات ملكيه او عقد تمليك، فانا ما عنديش اصلا ما فيش عقد تمليك فيها. طيب هو انا هقول لحضرتك على حاجه، انت المفروض ان الارض دي هي تابعة ملك الدوله ملك وزاره الاوقاف، وانتم مقيمين عليها عقارات من سنين. تمام. فانت دلوقتي حضرتك يعني احنا هنلجا بس لاخر نقطه حصلت انه تبقى بعد اذنك يا باشمهندس هنرد عليك من بعد الاتصال. متشكرين لاتصالك استاذ عيد، والباشمهندس هيرد على حضرتك. انه انا بس عايز اقول له انه هو دلوقتي من حقه ومن حق اي مواطن عمل مخالفه تبقى لتعليمات السيد رئيس الوزراء. هاي. انه بصوره البطاقه. تمام. ومبلغ رسوم الفحص ومبلغ المتغير المكاني يروح يدفع الكلام ده ويقدم على التصالح، وبعد كده يقدر يستكمل اوراق. هو في نزاع قضائي مع وزاره الاوقاف. هو اكيد في عقود ايجار او عقود ملكيه. أيوة. قديمه بس غير مصدقه. أيوة. على ما يحل النزاع القضائي او على ما ياخد تصديق على عقوده يقدر يقدم، مفيش اي مشكله، ومعاه شهرين استكمال. تمام. المهم انه يقدم ويدفع جديه التصالح ويقدم صوره بطاقته. يعني هم لهم مصالحه برضه طبعا. طالما عنده في نزاع قضائي وفي الاخر الارض دي هتبقى ملكه يبقى يقدم على التصالح اللي هم حقه. حضرتك ان قضيه الاوقاف دي فعلا في البلد دي الناس فعلا بيعانوا منها، والاوقاف بتروح لهم دايما وحاجات كتير قوي بتحصل، وانا سمعت عنها وقالوا لي انا بعت لك فيديو. بس عايزين اقول لحضرتك سريعا كده، عايزين نفصل ما بين جمله تقنين. أيوة. وتصالح. تمام. التصالح اللي احنا بنتكلم عنه. أيوة. انما تقنين انت 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 على ارض هي. أيوة. مش ارضك، او انت ارض ايجار. أيوة. وعايز تحولها لملكك. أيوة. فده قصه التقنين او الشق التقنين اللي هو مع وزاره الاوقاف. تمام. تمام. انما التصالح اللي احنا فيه فهو هيقدم على تصالح على المبنى، انما ملكيه الارض هو في نزاع. طبعا احنا برضو وصلنا سؤال بتقول اشتريت قطعة ارض خارج الحيز العمراني
وعايز ابني لاولادي. جايب نفس الصيغه كده بالظبط. هو ما اشتروا في ارض زراعيه معنى الكلام على ما اعتقد. ايوه هو معناه كده. خارج الحيز العمراني. طالما خارج الاحوزه العمرانيه بالزبط. تبقى ارض زراعيه. طيب. فهي هو عايز يبني. فيعني هي الارض محطوطه دلوقتي. بيقول كده. طب هيعمل ايه؟ طب يبني ازاي؟ القانون قال انه المباني المتاخمه او مجاوره الاحوزه العمرانيه. بس هي الارض نفسها دلوقتي ما عليهاش مبنى. تمام. فاحنا زي ما قلنا من شويه ان احنا لما نشدنا الساده المسؤولين انه نشدنا الساده المسؤولين ان احنا نعتمد خرائط الحيز العمراني عشان توسعه او مش اعتماد، على الاقل الناس عايزه تعرف فين خط التنظيم بتاعي، فين الشوارع بتاعتي، فين الحيز العمراني بتاعي. بناء عليه وارد جدا قطعة الارض بتاعتها تبقى جوه الحيز او بره الحيز. تمام، كلام جميل. بعد الحيز العمراني الجديد ان شاء الله. طيب استاذ دكتور سيد، هدم المباني يعني المشكله مثلا في المباني اللي اتهدمت في الوقت الحالي، هي هل ده علاج ولا في حل تاني ممكن يكون بديل ليها؟ احنا عندنا دلوقتي نوعين من الهدم، في هدم على املاك الدوله وهدم املاك خاصه. تمام. هدم الاملاك الخاصه ده امر انتهينا منه خلاص، وما عادش في هدم املاك خاصه. تمام. طبقا لقرارات السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء. مع ان في ناس كتير عانت في فتره صدور القرار. ما انا هقول لحضرتك حاجه، اي قانون ليس سماوي بعيد عن القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قانون يشوبه بعض العور ويصلح فيه التعديل. وبالفعل حدث فيه التعديل في مصلحه المواطن. كلام جميل. اكتب لحضرتك بما يتناسب مع المواطن المصري. طيب احنا المفروض بعد ما خلاص خلصنا من موضوع الاملاك الخاصه وعدم هدم الاملاك الخاصه وهيبقى في تصالح ان شاء الله عليها بإذن. طيب نيجي لاملاك الدوله، الذي بنى على املاك الدوله. طبعا هذه مباني بنيت بمبالغ طائله، وخساره فعلا ان هذه المباني تهد. فيعني توصيه او ممكن نقول توجيه بسيط، ان ممكن هذه المباني تنزع ملكيتها وتصبح ملك للدوله كما هي املاك ارض املاك دوله. تمام. فتسلم للدوله وتستخدم على حسب موقعها. ممكن تكون مثلا محطه اسعاف، ممكن تكون مثلا نقطه تفتيش، ممكن تكون نقطه مرور، ممكن تكون حاجات كتير، او ممكن تكون مستشفى على حسب حجم المبنى. واحنا بنمر بمبادره حلوه. نعم. فكره نعم. جميله. بس استاذن حضرتك عشان برضو معانا مداخله. اتفضلي. حضرتك كل ما تتكلم تاني مره معلش. طيب معانا استاذ محمد. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. معاك. الو. ايوه يا فندم. اهلا. بس ابعد عن التلفزيون وحضرتك بتتكلم برضو. اتفضل. ماشي حاضر. اتفضل يا فندم. تمام. انا بعد حضرتك بعد الساده المستشارين القانونيين اللي عندك هتكلم على حاجه ثانيه خالص بعد عن قانون التصالح. خير يا رب. اتفضل. معاك. الو. ايوه يا فندم. اتفضل اتفضل اتكلم، احنا سامعينك. اتفضل. والله انا عايز اتكلم بعد عن قانون التصالح بعد حضرتك يعني. طب اتفضل اتفضل مع حضرتك. طب انا هتكلم عن بحيره البرولت ومشاكل بحيره البرولت. ده انت من عندنا بقى. اهل البرولت. اهل وسهلا. مشكله كبيره يا فندم بعد حضرتك. هي مشكله كبيره، مشكله عامه بتتم الناس ياما. ماشي اتفضل. اتفضل اعرض المشكله. اتفضل سامعينك. انا ببعت رساله والله بعد حضرتك. ببعت رساله للسيد المحافظ كفر الشيخ. اتفضل. ان هو يهتم بالبحيره شويه. انت شايف ما شاء الله البحيره ما بقتش بحيره البرولس، ده بقت كورنيش البرولس. ايوه انا بتكلم عن بحيره البرولس. اتفضل. فيها مشاكل ياما وفيها مخالفات ياما. زي ايه حضرتك؟ فيها حاجات غير قانونيه، كلها حاجات غير قانونيه الصيد اللي فيها. طب زي ايه المشاكل؟ ممكن حضرتك تقول لنا عليها؟ ايه؟ زي ايه المشاكل؟ هو الشغل فيها يا فندم، الشغل فيها كله غير قانوني. على بصراحة يعني السيد كان في محافظ قبل كده اسمه السيد نصر. صراحة كان مخلي باله والله. على فكرة والله العظيم أنا مش شكر في حد، ولا أنا بطبل لحد زي الناس بتقول. الأول متشكرة لاتصالك، معلش واضح ان هي برضو ان شاء الله الشبكه. ونعمل زياره ميدانيه. هنيجي برضو وهنشوف البحيره وهنشوف مشاكلها. انا من البرولس وانا عارفه البرولس بقت شكلها ايه. ده بقت بلد ثانيه خالص. احنا عندنا كورنيش البرولس ده، احنا لقينا مكان بننزل نتمشى فيه دلوقتي. البلد اتطورت تطور غير عادي، وكفر الشيخ بقت محافظه جميله جدا. بقى عندنا موقفين دلوقتي، والبلد بقت كويس
في شغل اه بقى في متحف يعني بصراحه المحافظ دلوقتي قايل بمجهود كبير والله احنا بنشكره عليه واجملها ورجل رجل جيش اللي هو يعني من رجال الجيش جمال نور الدين اه يعني راجل على راسنا ولو في اي مخالفات اكيد على غير علم طبعا احنا نعرف المخالفات دي برضو وان شاء الله هننزل وهنصور وهنشوف ايه المطلوب وان شاء الله هنكون معاكم باذن الله في الزياره قريبه لبحيره البرلوس. في سؤال تاني برضو وصلني بيقول عملت تصالح على البيت وعايز ابني لاولادي واجوزهم. يعني هو عمل تصالح للدور الارضي او للبيت وعايز يبني. طيب هو السؤال بالصيغه الثانيه اللي هو المفروض ان هنجاوب عليه اللي هو ايه الاجراء المتبع او ان انا خلاص راجل قدمت تصالح عندي مخالفه وقدمت عليها تصالح ودفعت جديتي وكل حاجه تمام ده في الدور الارضي في الدور ايا كان ايا كان حجم المبنى تمام فالخطوه اللي بعد كده انه زي ما قلت حضرتك اللجان بتدرس الملف وتشوف ايه النواقص او لو في حاجه محتاجه تستكمل او اي سيفه للملف بيبعتوا له وبيتصلوا بيه تعالى كمل الاجراءات بتاعتك ومجرد ما يكمل الملف واموره خلاص يعني ملفه جاهز على طول اللجان بتبدا تنزل وبتعمل دراسه فنيه سريعه كده بتطبق الرسومات المعماريه اللي موجوده في الملف طبقا للطبيعه دي حاجه بنسميها اسبلت درونج سريعا كده بيطبقوها وبعد كده خلاص بيدوله رخصه تصالح وبيسدد المبلغ بتاعه وخلاص ان شاء الله يعني. تمام احنا دلوقتي عايزين نروح لناحيه التوصيات بشان قانون التصالح. تمام فيه يعني مناشده السيد رئيس الجمهوريه يعني عهدنا عليه الخير والتقبل بصدر رحب بتتكلم على يعني في حالات خاصه من الناس اللي خلفت في المباني وقدموا قانون التصالح. الناس دي ظروفها الماديه يعني صعبه جدا جدا وانا لمست حاجه وشفت بعناية بصراحه حاجه زي كده. الناس دي زي ما بتعمل بحث اجتماعي في الشؤون الاجتماعيه احنا بنناشد ان احنا الناس دي بتعمل لها بحث اجتماعي يقدم مع مصوغات التصالح. تمام. او تنزل لجنه مشكله من المحافظه او ايا كان وتعين فعلا الحاله دي لان انا دخلت بيوت كتير حقيقي والله السرير جنبه شويه الطيور جنبه الخزين حاجه يندلها الجبين. فيعني اكيد مصر مش كلها كده مش كلها اكيد هي في تجاوز وانا عهدت على السيد الرئيس يعني بما ان يعني انا برضه عضو في صندوق تحقيق مصر ان في خير كتير بيتعمل في البلد لكن يعني نظره الى محدود الدخل في فئه قليله محتاجه تسليط الضوء نعم. نعم. احنا معلش يا الاء ثواني عشان وقت الحلقه بينفذ بسرعه وفي ثانيه معلش اقاطعكم في حاجه صغيره اتفضلي احنا بس بدانا نوصل لنهايه الحلقه فلو في حاجة سريعة ممكن نقولها نقطتين كده لو حضرتك يعني في حاجة في التوصيات سريعة ما انا اتكلمت حضرتك في توصيات رقم واحد في حاجة ما تانية احنا بنتكلم ما هو عشان نقول بقى توصيات كتير لا هو انا بس عايز انصح بعد اذن الدكتور اتفضل فهمت انه انا بس عايز انصح السادة المواطنين اللي لسه ما قدموش على التصالح ايوه قانون التصالح ده فرصة فعليا لاي حد عنده مخالفه لانه طبعا. القانون يعني بقى اجراءاته سهله جدا وحتى الرسوم بتاعته بقت قليله جدا وخلاص بناء عليه يعني لو واحد النهارده بيعمل رخصه طبقا للنظام الجديد قانون التصالح اوفر له من الرخصه اللي هيعملها واسهل له والاجراءات فيه بقت بسيطه وسهله تمام بس دي مناقشه سريعه كده للسادة المواطنين يا دكتور سيد هتقول حاجه للمواطنين قبل ما نختم اللي انا بس محدود الدخل ده رقم واحد هم على فكره هم طلبوك عشان الكلمتين دول ده انا على راسي لا هم على راسي يعني طلبوا الدكتور سيد والله بالاسم لما شافوه في حلقه من الحلقات لا. معانا قالوا لنا احنا هم اهلنا برضو يا استاذه حاسين ان هم الناس دي حاسه بينا طبعا طيب أهلنا. احنا طبعا الوقت الحلقه احنا بنتمنى يبقى طويل بس معانا المفاجاه في نهايه الحلقه الباشمهندس احمد عبد الوهاب راشد طبعا انتم ما تعرفوش مين الباشمهندس احمد طبعا لو هتكلم فهتكلم في حاجات كتير قوي بس معانا دور بطولي سياده المهندس ام بي في لحظات سريعه انقذ حوالي المئات من المواطنين في المدينه المنوره في المملكه العربيه السعوديه سنه 2014 وكان من اهم العمل ده كان عمل بطولي حضرتك عرفنا ان حضرتك اتكرمت فيه في المملكه صحيح. وفي احد البرامج التلفزيونيه في ايامها استضافوا حضرتك على الهواء بس ما فيش اي جريده احنا عايزين بقى الناس ما شافوش ولا جريده ولا يعرفوا حاجه عن الخبر انا واحده من الناس اتفاجئت بالخبر ده انا الاول حابب اشكرك ان انتوا فتحتوا الموضوع ده انا عملت مفاجاه لحضرتك وللجمهور احنا عايزين نعرف العمل البطولي الجميل ده نعرف انا في حكم عملي كنت في السعوديه في 2014 قعدت في المدينه المنوره 4 أو 5 سنين
وكنا احنا بنعمل فندق في المنطقه المركزيه جنب الحرم النبوي على طول. فجنبنا كان في جنب الفندق المجاور ليه على طول، كان فندق مأهول بالسكان، وكان وقتها موسم عمره المولد النبوي، وكان الفندق تقريبا مكتمل يعني. يعني كانت ايام عمره كمان. كانت ايام عمره وكان الفندق مكتمل تماما. وحصل حريق في وقت ساعتين الظهر، يعني فندق مليان ناس وقت ذروه. وانا كنت الفندق يعني كنت الفندق الوحيد المجاور لي، فندق كان اسمه اشراق المدينه، وانا كنت مدير مشروع فندق شيراتون. يعني شيراتون حضرتك المدينة. انت كنت يعني الفندق اللي فيه الحريق وحضرتك كنت فندق جنبه. انا الفندق المجاور لي على طول. تمام. ايوه تمام. بس في لحظه من اللحظات كده فوجئت ان في حريق في الفندق جنبي، والناس بتستغيث بينا، والموضوع تسرق، والناس مش عارفه تخرج من الغرف عشان الحريق والدخان، وحصل عطل فني كده تكنيكال، يعني خلى التكييفات شغاله وبهدل الدنيا جامد يعني. فطبعا على طول خدنا قرار ان احنا لازم نخرج الناس باي شكل من الاشكال، فاضطرينا ان احنا نعمل ده. جواب شكر لحضرتك على الهواء اللي اتقدم من المملكه العربيه السعوديه طبعا. اضطرينا ان احنا نعمل زي ممر فوق كده، جسر على ارتفاع 12 او 13 دور، وعدينا منه الناس الحمد لله. وفي نفس الوقت كنا احنا في الدور البدروم تحت. حضرتك كنت في الفندق اللي حضرتك كنت فيه كان لسه تحت الانشاء كنا يعني؟ كنا فندق تحت الانشاء بس كنا في مرحله التشطيب، فكان الفندق انشائيا خلصان. وكان الحريقه جنبكم في الفندق؟ كان الحريقه اللي جنبنا، كان بيننا وبينه ممر تقريبا عرضه 4 متر. اللي هو المقيم فيه المعتمرين. بالظبط. تمام. فالحمد لله عملت كونت فريقين عمل، فريق فوق طلع. انا اعرف ان حضرتك اللي عملت الخطه كامله. الحمد لله ربنا الهمنا وعلى طول عملت كونت فريق عمل فوق على السطح، وفريق عمل تحت في البدروم. عملنا فتحه في ظرف 3 او 4 دقايق عدينا منها الناس تحت، وفوق عملنا. طب كان معظم المشتركين مع حضرتك في الناس من اللي يعني مثلا نفذوا الخطه دي؟ الفريق بتاع فريق العمل بتاعي كان منين او من كانوا يعني اغلبه كان فيه مصريين كتير طبعا. بس طبعا كان فيه هنود وكان فيه جنسيات تانية، بس طبعا المصريين في كل مكان ما شاء الله عليهم، تعتمد عليهم لدرجه ان احنا رجاله وقت الجد. الحمد لله كمان بعد ما يعني بعد ما عدينا الناس شرفنا والله. ربنا يكرمك. بعد ما عدينا الناس قمنا بالمهمه الحمد لله، يعني كمان نزلنا جوه الفندق وطلعنا، كان في ارواح كتير جدا جوه الغرف محبوسه طلعناهم الحمد لله. كانت في عمره مولد، كنا في المولد النبوي، كان وقت سنه 2014. 2014 يعني تم انقاذ مئات من الناس، اكتر من 300 شخص يعني. تخيلي هو في يعني لما تابعت الموضوع ده في 13 شخص توفاهم الله. الله يرحمه. تخيل ان ال 300 او ازيد من ال 300 اللي كانوا موجودين كان ممكن يكون مصيرهم مصير ال 13. ايوه. وكنا اتكلمنا في اخر حلقه كنت موجود مع حضرتك هنا في الاستريس اللي بيتعرض ليه الشخص او الفرد المصري، وازاي بيكون رد فعله فيه. فالباشمهندس ما شاء الله نموذج مشرف، وزي ما في احمد عبد الوهاب راشد في الهندسه والمعمار هتلاقي احمد عبد الوهاب راشد في اي مكان. لا والله هو شرف لينا الاول. دي حاجه تشرفنا مستشرف. ولولا وقت البرنامج والله انا مش عايزه اقفل معاكم بصراحه والله، لو بايدي هاخد الساعه اللي بعد كده. بس احنا بجد وقت البرنامج خلص بسرعه معاكم، ومتشكرين اول حضراتكم شرفتونا ونورتونا، وشرف لينا والله. كل عام وحضرتك طيبين. معلش انا هختم الحلقه بقى بحاجه تعزيه بسيطه لاهالي كفر الشيخ، وخاصه اخص بلطيم، في فقيد الشباب يوسف العراقي. مشهور بيوسف العراقي، انا قصدت ان انا اتكلم عن يوسف لانه كان بصراحه رمز من الرموز، اللي برغم سنه لانه كان مريض، ومع ذلك كان هو يعني يعتبر عائل مع والدته، كان يعني بر بوالدته جدا، وده الاسباب اللي خلتني اتكلم عنه في الحلقه دي، وبقدم خالص التعازي للاسره والاهالي بلطيم كلهم. شباب ورجاله بيبكوا عليه وربنا يرحمه، وبرده بنتقدم بالتعزيه لشهدائنا شهداء الوطن في كل مكان، ربنا يرحمهم. وربنا يجعل مصر دايما في نصر، ويجعلها دايما منتصره برجالها. متشكره لحضراتكم جدا، وبصراحه كان لقاء جميل وحلقه جميله. وجودكم والله متشكره وشرف لينا. شكرا يا لولو على الحلقه الجميله. اعداد الاء طبعا. متشكرين لكم جدا، وشكرا لأسرة البرنامج والمخرج والإعداد وللقناة كلها. متشكرة. السلام عليكم.